حفيظ مدير الكرة عقد جلسة مع طبيب الفريق للتعرف على آخر مستجدات حالة اللاعبين المصابين. كمان حسين الشحات بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي بعد جراحة اللي خضع عليها في يونيو الماضي. نفس الأمر لعمرو السولية اللي أدى جلستي علاج طبيعي لحد دلوقتي، وجيم بعد تعرضه طبعا للشد في العضلة الأمامية في الماتش الأخير زي ما كلنا تابعنا. يعني قوموا بالسلامة إن شاء الله، أتمنى الشفاء لكل اللعيبة بإذن الله.